مرحبا مجددا ودائما في اطار مجموعه تعريف داله اذا كمتابعه للتمارين السابقين او نفس التمرين هكا كمتابعه اذا عندي الداله رقم 5 اكتبها اف 5 اكس تساوي جذر مربع اكس اس 2 ناقص 5 اكس زائد 4. هنا نعم هذه دالة لا جذرية، الشرط ديالها ما بداخل الجذر أكبر من أو يساوي 7، لأن دي دي إف تساوي إكس ينتمي إلى R بحيث أن إكس أس 2 ناقص 5 إكس زائد 4 أكبر من أو يساوي 0. إذن هذه ما هي إلا متراجحة، متراجحة من الدرجة الثانية، ماشي بحال اللي سبقوا كنحول غير العدد للجهة الأخرى صافي كنحصل على متراجحة من الدرجة الأولى، هادي متراجحة من الدرجة الثانية، صافي نخلي دابا داك الشرط لنحل المتراجحة، لأن متراجحة من الدرجة الثانية ما كتحل إلا بجذوع الإشارة، وباش نحل المتراجحة خصني نحل معادلة إكس أس 2 ناقص 5 إكس زائد 4 تساوي 0. إذا هاد الشيء هذا ما عندناش حنا فيه مشكل، نتمنى إن شاء الله المشكل يتحل غير بالنسبة لهنايا، نعرف غير الشروط، الشروط وما ننساش الدواء اللي قلنا. إذا دلتا يساوي ناقص 5 أس 2 لأنه هو كيعرف الدور ديال بي ناقص 4 في 1 في 4 إذن هي 25 ناقص 16 يساوي 9. إذن دلتا موجب الحالات ديال المميز ما ننساهمش، إما يقدر يكون سالب ولا يقدر يساوي صفر ولا يكون من صفر، هذو نوضح لهم البال. إذن إكس واحد يساوي ناقص بي إذن هي 5 ناقص جذر مربع دلتا هي 3 على 2، 2 على 2 1. و إكس 2 يساوي 5 زائد 3 على 2، 8 على 2 يساوي 4. إذا هنايا الله حليت المعادلة، لقيت عندي هاد جوج حلول، من بعد فوالا كيجد جدول الإشارة. طبيعي إذا ناقص ما لا نهاية، الحل الأصغر هو ناقص 1 4 زائد ما لا نهاية. إذا هنايا ثلاثية الحدود إكس أس 2 ناقص 5 إكس زائد 4. إذا هنايا فوالا كيجي دابا بالنسبة للإشارة شنو غنحط هنا. إذا إشارة أ خارج الجذرين، ها الجذرين هما هادو الجذرين، لأن يمكن كنعادل في المعادلة خارج الجذرين. إذا أ موجب، كنا هو أ هو ديما اللي تيكون واحد إكس كاري، هو العدد اللي تيكون واحد إكس مربع. إذا موجب وهنايا سالب، وهذا قلنا هذا راه مكيخفاش علينا لأن شفناها في المتراجحات من الدرجة الثانية في درس المعادلات. هنا ملي تيكون عندي الرمز أكبر خاصني نشوف إشارة زائد في الجدول، ملي تيكون عندي الرمز أكبر خاصني نشوف إشارة زائد فين كاينة في الجدول، أو يساوي كيقول لي غير بالنسبة للأعداد يكون المجال مغلق. هذا هو معناه. إذا دي دو إف المجالات اللي عندي فيها زائد هو هذا وهذا، إذا ناقص ما لا نهاية واحد مجال مغلق، لماذا؟ لأن عندي أو يساوي، وهنايا 4 زائد ما لا نهاية. إذا كاع الأعداد اللي كاينة هنا أو كاينة هنايا راه كتحقق ليا هاد الدالة هادي، عندها صورة نعم عندها صورة بهاد الدالة. إذا بالنسبة للدوال الصور نعم الصور. والمهم بالنسبة للدالة السادسة إف إكس تساوي واحد على جذر مربع إكس أس 2 ناقص 3 إكس زائد 2. نعم ودابا هنا كاينة حاجة أخرى، قلت أنا في الأول في الفيديو السابق الشرط اللي كنشوفو نكتبو، الشرط اللي كنشوفو كنكتبو. هنا إلا كتلاحظ عندي الجذر مربع، إذا هنايا ما بداخلي خصو يكون موجب، وعندي المقال خصو يخالف صفر. إذا هنا كاين شرط واحد راه بالبرهان تحصلو عليها، إذا حنا غير ربحنا الوقت راه دي إف 6
كتساوي مهما يكون x ينتمي الى r حيث x يساوي 2 ناقص 3 x زائد 2 سيكون اكبر قطعا من صفر. الشروط بجوج كتلخصوا في هذا فقط. اذا ها هي دابا داله رابعه تضافت لهم. ملي تيقول عندي شي مربع في المقام ما بداخله اكبر قطعا، لانني الا قلت اكبر او يساوي يعني راه كاين صفر، ممكن يكون صفر والمقام خاصو يخالف صفر. هذا الشيء علاش دابا هنا راه كاين جوج شروط، المقام يخالف صفر وما بداخله اذا مربع خاصو اكبر، ديما هذا هو الشرط اللي غيجمعهم. شوفوا لكن النصيحه بالنسبه للدوال راه ممكن يكون مجموعه عده شروط من غير هادو، اذا تلاقاو لي هادو جوج صفر اكبر او يساوي صفر، ولكن يقدر يكون المقام في شي حاجه. المهم ان شاء الله نقدروا نلقاوها، او اللي عنده شي مشكل بحال يحط لنا في التعليق ان شاء الله ونجاوبوا لا باس. مرحبا. اذا هنايا لنحل متراجحه اكس يساوي 2 ناقص 3 اكس زائد 2 اكبر قطعه من صفر، لنحل المعادله اكس يساوي 2 ناقص 3 اكس زائد 2 تساوي صفر. اذا بسرعه دلتا يساوي ناقص 3 اس 2، هذه ربما سبقات معنا شفناها، في 1 في 2 هذه كتساوي 1. اذا شنو هما الحلول؟ اكس 1 3 ناقص 1 على 2 يساوي 1، اكس 2 يساوي 3 زائد 1 على 2 يساوي 2. جد هو الاشاره، يعني انا كنت تحدث على متراجحه ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، الحلول 1 2 ثلاثي الحدود اكس يساوي 2 ناقص 3 اكس زائد 2. إشارة ا خارج جذرين، ا موجب سالي. إذا أكبر قطعا دي اف 6 تساوي ناقص ما لا نهاية 1 مجال مفتوح، لأنني عندي أكبر قطعة تخيلية، أكبر قطعة مجال مفتوح. هنايا 2 زائد ما لا نهاية، حتى بالنسبة ل 2 مجال مفتوح. نعم جيد. إذا دابا مع الدالة رقم 7، الدالة رقم 7 نعم نتحصلها. نتمنى ان شاء الله يكون هادو دابا راه كنديرو عده امثله باش كاع تصرفنا كاع مع الامثله في التمارين، ونبقاو ان شاء الله على الحل. اذا الداله رقم 7 دابا كيتبادر لك الذهن ديالك بان الداله هذه معروفه ياك، اكس يساوي 2 زائد 1. اذا دي اف 7 تساوي كل x ينتمي إلى R بحيث x يساوي 2 زائد 1 مالو يخالف صفر، لأن عند المقام هنا x يساوي 2 يخالف ناقص 1، x يساوي 2 يخالف ناقص 1، وهذا أصل يسمى شرط محقق. فعلا راه المربع ديما تيكون موجب، ما عمرو غيكون سالب، تكتبت منها شرط محقق. كيف ما بغيكون x هنا شرط محقق، كيف ما بغى يكون اكس راه اكس يساوي 2 تيخالف ناقص 1. اذا هنايا مباشره قلت انا ديما خصني ندير في الدين ديالي راه كاين عندي ار، اذا هنا ما لقيتش شي عدد اللي كيخالف كاع هنايا هذا الشرط، هذا ما كاينش شي عدد اللي يعني غنعوضو هنا وما نلقى صوته، اي عدد عوضته غنلقى صوته، هذا هو معنى شرط محقق. خصني نتغلب على هذه. اذا هنايا ار مجموعه التعريف ديالها هي ار، اي اكس عنده صوت. بالنسبة للدالة رقم 8 تساوي نعم 8 اكس على قيمة مطلقة لإكس ناقص 1، ايضا
لن يكون x ينتمي إلى R بحيث المقام ناقص x قيمة مطلقة x ناقص 1 يخالف 0 المقام يخالف 0 يعني هنا عندي القيمة المطلقة لx تخالف 1 إذا شكون هما الأعداد اللي غيكون هنايا شكون هما الأعداد اللي غيكون عندي هنايا x تخالف 1 يعني x تخالف ناقص 1 و 1 علاش لأن القيمة المطلقة ديال ناقص 1 هي 1 1 ناقص 1 0 والقيمة المطلقة ديال ناقص 1 هي 1 حتى هي كتخالف نعم إلا عوضنا هنا غنلقاو 0 إذا غير باش ما ندوخوش أنا كنفضل نمشي ندير لنحل المعادلة قيمة مطلقة لإكس ناقص واحد تساوي صفر يعني قيمة مطلقة لإكس تساوي واحد بعد هذه راه ممكنة أتونسيون نعم حيت القيمة المطلقة ديما خصها تكون موجب ماشي الداخل ديالها خص يكون موجب هي خص تعطيني عدد موجب إذن هنا x تساوي 1 أو x تساوي ناقص 1 بالنسبة لهذه إذا بغيت الشرط إذا بغيت تساوي صفر ولكن بالنسبة لهنا بالنسبة لهنا بجوج بهم خصهم x خصها تكون 1 إذن هنايا إذن مجموعة التعريف أظن 8 راه R ما عدا ناقص واحد و واحد صافي إذا ربما أفضل طريقة نحل المعادلة دوك الحلول اللي كيخرجوا ليا هما اللي ما كايناش الحلول اللي كيخرجوا ليا هما اللي ما كايناش دابا R طبعا مع آخر دالة F8 لX تساوي X زائد 3 على قيمة مطلقة لـ x زائد 2 إذن مجموعة التعريف ديالها ما يكون x ينتمي إلى R نعم أيضا عندي المقام يخالف صفر إذن هنايا قيمة مطلقة لـ x تخالف ناقص 2 نعم أيضا هذا حتى هو كنكتب عليه الشرط اللي كنعرفهم صافي مهني منه الشرط محقق لماذا؟ لأن التعريف ديال القيمة المطلقة راه هي العدد الموجب يعني عندك داخل عفوا القيمة المطلقة ديما كتعطيني عدد موجب وهنا راه قال لي القيمة المطلقة لإكس كتخالف عدد سالب نعم صحيح إذا راه أي عدد وضعته هنايا أي عدد أي عدد خلينا بالنسبة لإكس عوضته بالنسبة للدالة عنده صورة كيف ما بغيكو هذا العدد خذ اللي بغيتي دابا هنايا ناقص 2 مثلا هي 2 2 زائد 2 4 وهكذا اذا حتى هنايا ملي كنكتب هاد الشرط المحقق راه معناها ما كاينش شي عدد اللي خارج من R اذا دير F8 راه هي R اعتذر نوعا ما عن السرعه اذا كنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هاد الفيديوهات الثلاثه اللي كيهموا مجموعه التعريف وكما قلت اللي عنده شي تساؤل يحطوا لنا في التعليق وان شاء الله نجاوبو اذا نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا وما تنساوش الاشتراك بالقناه وتفعلوا الجرس كي يصلكم اي جديد الى اللقاء